Good morning. I'm pleased to share with you second nutrition conference. Thank you for Dr. Hoda Hamid. We will start now the second session. Dr. Hoda Hamid, Assistant Professor of Nutrition, National Nutrition Institute, President of Egyptian Society of Food and Clinical Nutrition, Instructor at Egyptian Clinical Nutrition Fellowship for Physicians, PFA, AUC, Faculty of Medicine, Mansoura University and Delta University. We will start with the second topic, dietary management of renal transplantation from guidelines to practice. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الدعوه الكريمه دكتوره انجي وكل الستاف والتيم موجود. وطبعا سعيده جدا ان استاذتي دكتوره فردوس واختي العزيزه الدكتوره ياسمين والدكتوره ايناس وكل الجميع بخير، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله انا هكمل بس على الجزء الخاص بالدكتوره مروه اتكلمت فيه عن الجايد لاينز خاصه بالرينال ترانسبلانتيشن. احنا هنتكلم بقى من وجهه نظر الدايتري مانجمنت، ازاي التغذيه ننقل بقى من الجايد لاينز ازاي اطبقها عمليا. في البدايه كده هتكلم انتدكشن بسيطه عن الميديكال نيوتريشن ثيرابي افتر كيدني ترانسبلانتيشن، دايتري تشالنجز بالنسبه لينا ومع تريتمنت واميونو سبريشن دراجز اللي بتتاخد، ايه المشاكل التغذويه، نيوتريشن كير بروسيس ان رينال ترانسبلانتيشن، تايب اوف دايتري باترن ان كيدني ترانسبلانتيشن. كيس ستدي بسيطه كده ازاي ان انا بعمل ديزاين للوجبه اكوردنج للمعطيات بتاعتي ازاي بشتغلها. بداية طبعا good nutrition status is imperative to improve outcome after transplantation goals بتاعتنا زي ما الدكتورة مروة قالت to maintain nutrition status and replace اللي deficit اي deficits minimize catabolic consequence of organ failure decrease risk of pre and post transplant infections optimize the transplant organ function and minimize rejection. طبعا هي بتتقسم عندي الريكومنديشن ديت ريكومنديشن بالنسبه للرينال ترانسبلانتيشن لمرحلتين، الاكيوت فيس اللي هي بتبقى 8 اسابيع اللي هم الشهرين بوست ترانسبلانت، وبعد 8 اسابيع اسمها الكرونيك فيس ودي اللونج لايف بالنسبه لايه لعيان الترانسبلانتيشن. ده سمرايزد كده للريكومنديشن بتاع البروتين سواء كان في الاكيوت فيس او الكرونيك فيس. عموما البروتين بتاعي بياخد 1.3 جرام بير كي جي بير داي على الستاندر بودي ويت او الادجستد بودي ويت مش الاكشوال ويت، ودايما احنا بنشتغل على الدراي بودي ويت، لكن في الكرونيك فيس احنا بنرجع للبروتين بنديه 0.8 ل 1 جرام ماكسيمم وبتعامل معاه كانه كرونيك كيدني ديزيز ستيج 1. يعني انا بحاذر مش مجرد ان هو عمل زراعه ان هو بقى يدوس في اي حاجه، لا، حتى بعد الشهرين انا براعي ان انا بحافظ على سنجل كيدني اللي عندك كان انت شغال على واحده بس. الكارب دايما بنلجا على الكارب كومبلكس كارب. بالنسبه للفات المشكله مش في كميه الفات، المشكله في التايب اوف فات. يعني عاده ما بنعملش ريستريكتد قوي للفات اقل من 25 حتى في الكرونيك فيس، لكن المهم عندي ان انا بختار طريقه التي ال سي او ثيرابيوتيك لايف ستايل تشينجز، ان انا بحافظ على العيان ان انا اديله الساتوريتد فات اب تو 7%، اما البوفا والموفا، البوفا بتبقى 10% اب تو 10% والموفا اب تو 20%. البوتاسيوم عادة في 6 أسابيع بعد الزراعة بوست ترانسبلانتيشن أنا بعمل ريستريكشن أكوردنج للابوراتوري، إنما لو هو عنده هايبوكاليميا لا أنا ممكن بديله البوتاسيوم، ممكن بستخدم معاه البوتاسيوم، أنا عاملة حاجة اسمها بوتاسيوم بيراميد إيجيبشن بوتاسيوم بيراميد، بحيث إن العيان يختار الأكل بتاعه على حسب اللابوراتوري إيه فيها بالظبط. الترانسبلانتيشن ميديكيشن ليها شويه حاجات احنا بنراعيها تغذويا، طبعا بيعمل انكريز الابيتايت وده بيبقى يساعد عندي على حدوث الويت جين او الاوبيزيتي، انكريز الليفل بلاد فات اللي هي الديسليبيديميا كوليسترول وترايجليسرايدز، انكريز بلاد شوجر ليفل وبيبقى طبعا عرضه يبقى بري دايبيتك او دايبيتك وخصوصا ان في منهم برضه دايبيتك، الانكريز الصوديوم سولت والفلويد ريتنشن وحدوث الهايبر تنشن، بريك داون طبعا في المسل والبونز ومشاكل البون مينرال ديزيز. يبقى انا اصبح عندي كذا تشالنجز محدده، اول حاجه الويت جين زياده الوزن، الديسليبيديميا كوليسترول ترايجليسرايدز، الدايابيتس بلاد جلوكوز ليفل والهايبر تنشن والصوديوم، وكذلك الفود بورن إلنس والمستويات لكل من البوتاسيوم والفوسفورس والكالسيوم وكذلك المغنيسيوم.
طبعا لايف ستايل موديفيكيشن من ضمنها الاكسرسايز. يمكن دكتوره مروه نوهت ليها ان احنا ممكن ناخد 150 دقيقه والدور بقى بتوع العلاج الطبيعي بعض الاكسرسايز اللي يقدر يقوم بيها وتكون مناسبه للحاله. 150 دقيقه في الاسبوع يعني تقريبا 30 دقيقه في 5 ايام. وممكن يقسمها ال 30 دقيقه 10 دقائق ويقعد شويه، 15 دقيقه ويقعد شويه عشان برده ما يبقاش حمل عليه. طبعا المالتي ديسيبلينري تيم ده شيء مهم جدا، الكومباينيشن اوف رينولوجيست، النيرس، الفارماسيست، السوشيال وركر، بيشنت بيست فريندز. طبعا مهم لازم يكون في رينال سبيشاليست دايتيشن موجوده في كل يونت خاصه بالكلى، سواء كان في وحدات الدياليسز او حتى في الاوت بيشنت كلينيك خاصه بالرينال بيشنت. وكذلك بالنسبه لحالات الترانسبلانتيشن دايابيتس ادجيكيتورز وسايكوثيرابيست موتيفيشن سبيكر. لازم هي اصلا رينال دايتيشن لازم تكون هي تريند اكسبيرينس ان رينال نيوتريشن، عندها امبلمنتيشن لكل الميني جايد لاينز كونسيرنج نيوتريشن اسيسمنت، الانثروميتري سبجكتيف جلوبال اسيسمنت، دياتري انترفيوز، تقدر تعمل تخطيط للوجبات نيوتريشن مانجمنت وثيرابي، وتعمل سبورت وهيلب للبيشنت كوب وذ زير ديزيز اند دايت ريليتد ستريس، موتيفيشن بيشنت تو فولو دايت ومونيتور ديتكت بالنسبه اني ساين اند سيمبتومز اوف مال نيوتريشن. النوتريشن كير بروسيس ان رينال بيشنت عموما بتبدا بالكلينيكال هيستوري. لازم اخد الهيستوري من الشخص نفسه، هو سي كي دي مثلا دلوقتي على الرينال ترانسبلانتيشن، الهيستوري بتاعه قبل كده ايه، التحليل بتاعته كانت قبل كده ايه، مش مجرد هو جالي بس كده يبقى عندي الهيستوري كامل. نوتريشن سكريننج باستخدام بقى المال نوتريشن سكريننج تولز او سبجكتيف جلوبال اسيسمنت، وبعد كده الفول نيوتريشن اسيسمنت، البايوكيميكال لاب، الدايتري سيرفي، وبالنسبه للنيوتريشن سكيلز اللي انا ممكن استخدمها، والماسل ماس ايفالويشن، بودي كومبوزيشن، والهاند جراب سترينس عشان الماسل سترينس بتاعتي او العضلات عشان ما تفقدش ويخش عندي في ساركوبينيا. الداتري باترن بقى والكيدني ترانسبلانتيشن في الكيدوكي جايد لاينز اخر حاجه 2020 اتكلمت على داتري باترن اللي هي الميديترينيان دايت او حتى الفروتس والفيجيتابلز ريكومنديشن بتاعتها ان ادلت وي سي كي دي ستيج 1 تو 5 نوت اون دياليسيس او بوست ترانسبلانتيشن with or without dyslipidemia. We suggested that prescribing للميديترينيان دايت may improve the lipid profile. ودي ستادي معمول 2019 عن الهيلثي دايتري باترن اند انسيدنس اوف كرونيك كيدني ديزيز. جمع كل الدايتري باترنز اهمها الميديترينيان والداش دايت ودور البلانت بيست بروتين دايت، وخصوصا في الايرلي ستيجز ان هو يقلل البروجريشن اوف سي كي دي ويقلل الاسيدوزز. فمهم جدا وجود الفيجيتابلز والفروتس والداش دايت وكل الريكومنديشنز بتاعتها. وهنا كانت ريكومنديشن هيلثي دايتري باترن مي بريفنت سي كي دي اند البيمونيوريا، ودي احد المشاكل اللي ممكن في الكرونيك فيز ان انا براعيها ان العيان ما يحصلوش يتدهور ويحصل ان هو يخش يبقى كرونيك كيدني ديزيز. الابديتنج بقى بتاع الميديترينيان دايت بيراميد ده اللي احنا ممكن نستخدمه مع حالات الرينال ترانسبلانتيشن، لكن في ميديترينيان دايت بيراميد خاص بحالات السي كي دي ستيجز من اول واحد لحد فور بري دياليسيس اسمه الميدرن. يمكن انا ما ذكرتوش هنا لان احنا بنتكلم عن ترانسبلانتيشن. الميدرن ان انا ممكن اتبع القواعد الميديترينيان دايت بس اوظفها بالنسبه لعيان البري دياليسيس، زي اقلل الفوسفورس اقلل البوتاسيوم باختيار الاصناف الاقل في الكونتنت بتاعتها. الداش دايت احد الدايتري اللي هي دايتري ابروش تو ستوب هايبرتنشن، احد الاستراتيجيز اللي ممكن تستخدم. طبعا بعمل انكريز للفيجيتابلز والفروتس اللو بالنسبه للفات تيري او البرودكت الاذر برودكت، لكن الملك انا ممكن ادي الملك فول كريم، لكن البرودكت الاخرى الجبن وانواعها المختلفه ان انا ابعد عن الجبن المطبوخه العاليه في نسبه ساتوريتد فات ونسبه الصوديوم والكوليسترول. بعمل ريدكشن طبعا دورها ان هي بتعمل ريدكشن بلاد بريشر بالنسبه للعيان. التي ال سي اللي هي ثيرابيوتيك لايف ستايل دايت، ان انا براعي طبعا الساتوريتد تقسيم الدهون الساتوريتد فات والبولي ان ساتوريتد فات والمونو ان ساتوريتد فاتي اسيد تبقى بتو 20% والتوتال فات بتاعتنا ما تقلش من 25 ل 35%، الكارب من 50 ل 60%، ونراعي ان هي تبقى كلها معظمها ميل كومبلكس كارب ووجود الفايبر والبروتين اكوردنج انهي فيز، هي في الاكيوت فيز ولا في الكرونيك فيز انا بدي الريكومنديشن بتاعتي.
الافكت طبعا في الدايت والاكسرسايز في الميتابوليك بارامترز دي ستاديز 22 على الانكريز الفيزيكال اكتيفيتي اللي احنا قلنا لسه عليها دلوقتي 150 دقيقه بير ويك، واعمل بيك اب ليها الاكسرسايز كل 10 15 دقيقه، ووجود الدايتري انترفينشن لو كالوريك انتيك ميديترينيان دايت فيجن دايت او الهاي دراتي او عموما دايتري استراتيجيز اللي بتستخدم مع الاكسرسايز، ده بيقلل مشاكل الهايبر ليبيديميا والكرونيك انفلاميشن الاوكسيديتيف ستريس ان سي كي دي وترانسبلانتيشن، وبالتالي يحافظ عندي ما يحصلش فيه مشاكل عندي في الكارديو فاسكولار ديزيز. ده الرينال فريندلي دايابيتيك بليت، ده ينفع لدايبيتك وان دايبيتك لان طبعا امينو سبريشنز موجوده بترفع عندي الليفل بلاد جلوكوز، يبقى ممكن العيان عرضه ان يجي له يبقى بري دايبيتك وممكن يبقى دايبيتك بسبب الامينو سبريشن وان ما التزمش بوجود الكربوهيدرات بانواعها. هنا التقسيمه بيتكلم النص الطبق يبقى معظمه خضروات وفاكهه وخصوصا الحاجات الخضروات الورقيه، بس نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا في الاكيوت فيس عشان البوتاسيوم، واحنا قلنا البوتاسيوم ممكن اعمل له ريستريكشن ودي هنتغلب عليها زي عشان حدوث الهايبركاليميا من خلال البيراميد اللي انا هعرضها على حضراتكم دلوقتي. طبعا مهم جدا ان ناخد الخضار او الفاكهه عشان الفيتامينز والمينرالز وعشان الفايبر، البروتين ان انا اخد البروتين ويستحسن عندي ان انا اخد الحاجات اللي هي اللحوم البيضاء اكتر من اللحوم الحمراء عشان الحمراء بتعمل بيردن شويه على الكلى. الخبز او العيش عموما او الربع الاخير اللي هو الاستورشز بنلجا للحاجات الكومبلكس كارب. ده اللي بقول لحضراتكم عليه اسمه ايجيبشن بوتاسيوم بيراميد، قسمت فيه من الفود كومبوزيشن تيبل المصري بتاعنا المصادر لسورس البوتاسيوم لثلاث مستويات، اللو بوتاسيوم اللي هو من 150 الاقل من 150، الميديوم من 150 ل 250 اكتر من 250 ملي جرام بير سيرفنج يعتبر هاي بوتاسيوم، ونخلي بالنا ان اللبن على الرغم ان هو مش من ضمن الخضار والفاكهه لكن هو هاي فوسفرس هاي بوتاسيوم، بس احنا كده كده في الحاله دي انا محتاج كالسيوم، يبقى انا ههتم ان انا اديله احتياجاته من الكالسيوم من الكالسيوم عن طريق الالبان ومنتجاتها، وفي نفس الوقت اختار الانواع الاقل في البوتاسيوم من الخضار والفاكهه. ده كان شكله عاملاه بشكل بيراميد ان تحت دي اقل كونتنت حتى لو هي 150 اقل كونتنت في الاصناف اللي موجوده تحت في قاعده الهرم، قمه الهرم من فوق ده اكتر كميه، يعني مثلا عندي كوميترا او الحرنكش ده بيبقى اعلى كميه في السيرفنج بتاعتي 150 ملي جرام هي 148. نيجي برضو في الحاجات المتوسطه هنلاقي اعلاهم الموز والبطيخ، ده سيرفنج انا مش بتكلم على ال 100 جرام، يعني مثلا الموزيه الصغيره طبق بطيخ متوسط كده ده يعتبر ان السيرفنج بيديني اقل من 250 ملي جرام. الحاجات العاليه في البوتاسيوم هنلاقيها اعلاهم الكنتالوب والتين الشوكي، ده اكتر بيوصل لحوالي 400 ملي جرام، وكذلك بالنسبه للدرانات هنلاقيها عاليه. انا بعلم العيان اختار من اكلك، يعني انا ما بفرضش عليه نوع معين من الفاكهه، لو انت ليك 3 سيرفنج او 4 سيرفنج تاخدهم في اليوم، اذا اخذتهم من القليل ممكن اخد 2 قليل وواحد متوسط، اذا اخذته من المتوسط يبقى 2 بس، اذا اخذته من العالي تبقى 1، يبقى انا اديت للعيان اوبشنز كتيره مفتوحه يقدر يختار على حسب الافيلبل وعلى حسب ظروف الاقتصاديه والمتواجد عنده، ويبقى في نفس الوقت انا اخذت خضار وفاكهه اكتر من 3 او 4 سيرفنج، بس السليكشن بتاعي اكوردنج للابولاتري تيستس عندي. يبقى انا في الكيس دلوقتي انا بعمل ميديكال هيستوري، باخد دايتري هيستوري الانثروميتر والبايو كيميكال لاب، وبعد كده بدي نيوتريشن ريكويرمنت. دي كان كيس فيميل بيشنت عندها 57 سنه، هي كانت بتغسل قعدت 6 شهور تغسل هيمو دياليسيس، بعد كده بدات زرعت بقى لها 3 اسابيع، هي الهايبرتنسيف بس بتاخد الميديكيشنز بتاعتها والبلاد بريشر بتاعها 140 90. اما اخذت الانثروميتريك مهم جدا الويت ويبقى الدراي بودي ويت بتاعها، وهي كان وزنها من من الشهر اللي فات كان 57 النهارده 63.6 يعني في ويت جين. الهايت 165، السكين فولد سيكنس 5 مللي، الميد ارم سيركونفرنس 23، الويست 80، والهيب مهم جدا يمكن دكتوره مروه نوهت ليها المقاييس دي مهمه جدا. طبعا ما شفنا السكين فولد ده الفات جود ريزيرف، حسبنا الام اي ام سي لقيته عندي جود ريزيرف بالنسبه للمسل ماس لو رجعت الاندكس بتاعنا. حسبت البي ام اي طلع ان هي ويز النورمال رينج، الاي تي بودي ويت بتاعها كان 55.4 وهو ده اللي انا بشتغل عليه. اللاب كان في عندي طبعا الليبت بروفايل بتاعها في اب نورمال، القرايات بتاعتي مش كويسه، فده ماركر بالنسبه لي لازم احطه في اعتباري. الدايتري اسسمنت اخذت
طبعا 24 اور ريكود وفي فريكونسي كويشنير. عملت تحليل ذات اسسمنت بتاعي من حيث الكالوري كونتنت بتاعته، شفت النظام الوجبات بتاعتها اللي هي بتاخدها ايه، لقينا طبعا في سيمبل شوجر كتير جدا، سكر، في مربى، في حاجات من دي. وطبعا دي ماركر بالنسبه لي ممكن هو اللي يرفع عندي قرايات السكر ويزود لي الويت. عملت تحليل لل 24 اور ريكول ليوم منهم، وده الفريكوانسي عشان اعرف الحاجات الديلي كونسامشن ايه، والحاجات الويكلي، والحاجات اللي ما بتاخدهاش، بحيث ان انا ابدا ادخلها حتى لو ما تاخدش فايبر ادخله لها واحده واحده. في الاكيوت فيز طبعا هي بعد 3 اسابيع من الزراعه، انا حسبت التوتال انرجي اكسبنديتشر على 30 في 55.4 لها 1700 كالوري. البروتين حسبته على 1.5 لان الريكومنديشن من 1.3 ل 2 جرام بير كي جي. الفات ادي طلع 30% وقسمته طبقا طبعا للريكومنديشن بتاع التي ال سي، ان انا ادي ساتوريتد لانها ديسليبيديميك، ساتوريتد اللي هي ستيب 2 دايت، ساتوريتد 7%، البوفا 8، الموفا 15%. بعد كده طبعا لما نيجي نتنقل بقى للمرحله الثانيه لو هي في الكرونيك فيز، انا بقلل نسبه البروتين ل 1 جرام، ده على حسب الريكومنديشن بتاع الدبليو اتش او. من الفود كومبوزيشن عملنا حاجه اسمها ايجيبشن فود اكستشينج بحيث ان هو يطلع الريكومنديشن بتاعتي مظبوطه سليمه. هنا ده السيرفنج سايز بتاعتي من كل فود جروبز تم حسابها بحيث ان هي تديني 83 جرام بروتين، 214 جرام كارب، 56.7 فات، والتوتال كالوري 1700. تم توزيعهم بقى على برنامج غذائي رعيت فيه شروط الداش دايت والميديترينيان دايت. ممكن ادي وجبه فطار عيش بلدي مع سلطه فاصوليا بيضاء، او ممكن اعمله فول مع طبق صغير سلطه خضراء واحط فيه فلفل الوان، الوان قليل شويه في البوتاسيوم. وطبعا ده انا مش محتاج في الحاله دي، كانت البوتاسيوم عندها ويز النورمال رينج ما فيش فيه مشكله. حتى من ضمن المشاكل اللي عندهم كمان الهايبوفوسفاتيميا بعد ترانسبلانتيشن، فعشان كده انا ممكن اديله بحريه اللبن ومنتجات الالبان. واديته بيضه مسلوقه وكوباية لبن متوسطة الدسم. ما بين الفطار والغداء اديته ثمرة فاكهة الموسم كبيرة، بس اخلي بالي من انواع محددة على حسب، وانا بنبهه انت دلوقتي بوتاسيوم كويس، بس خلي بالك في الست اسابيع او ثمان اسابيع دول ممكن يجي في وقت من الاوقات يرفع معايا. الغداء اديته طبعا سمك وسلطة خضراء، واديته سلطة الطحينة كان نوع من انواع الهيلثي فات. ما بين الغداء والعشاء بديته سلطة الزبادي، كوباية زبادي وثمرة فاكهة. العشاء جبنة قريش وزيت زيتون، وقبل النوم اديته زبادي وثمرة فاكهة، واديته بذر الكتان كسورس اوف اوميجا 3 حتى كمان، ويعتبر نوع من انواع الفايبرز كويسة جدا ممكن اهتم بيها. في النهاية طبعا الفود بورن إلنس الخمس حاجات، الكيب كلين طبعا، سبريت رو اند كوكد فود، كوك فود ثرولي طبعا، الكيب للفود سيف تمبريتشر وسيف ووتر والرو ماتيريالز. في النهاية الكونكلوجن طبعا choosing بالنسبة للهيلثي دايتري باتن انيبل تي ان انا اخد كل احتياجاتي من واحافظ على كواليتي اوف لايف، مينتين للهيلث وي كنترول الالنس وفايت للديزيز. وفي النهايه ان انا بقول الكواليفايد دايتيشن لازم تكون في كل يونت موجوده عندي، وما اعمل نظام غذائي يبقى بيرسوناليزيشن نيوتريشنال بلان وركد اوت فور افري بيشنت. اند ثانك يو.